اختي في فيما يخص هذا الشيء، هذا تاع الارتفاع الاسعار، ماشي انا نشوف باللي جاب لي ربي ماشي التجار، لاخاش التاجر شحال راح يدي؟ يدي نسبه، يدي نسبه معينه، باسكو كاين هنا منافسه، ما يقدرش واحد يدي مليون واحد يدي 200000. الحاجه الاولانيه الشركات هذو اللي راهم ينجدوا، راهم ينجدوا حاجه قليله، وعندهم المواد الاوليه هما يستوردوها، ما نخدموا والو في بلادنا. ما دام ما نخدموا والو في بلادنا رانا نجيبوا كلش من هيك، تسني كل حاجه اختي. الحاجه اللي لازم لي باش تقولي بلي انايا نخدم وتكون السلعه ومتوفر المنتوج، لازم الماده الاوليه تتخدم في بلادنا. ما دام رانا نجيبوا من هيك نسناو كلش، باسكو الماده الاوليه في العالم كاع يتيك راهي مرتفعه. ورانا نشوفوا من جائحه كورونا لهنا زادوا غلقوا الاستيراد. ما دام كاين الاستيراد ما كاش منافسه. كاين اقبال اختي بصح محتمه كما يقولوا، فهمتي؟ وكان كاين انواع واحده اخرى وسوم تنافسيه واحده اخرى، ما نجيب لي ربي المنتوج تاعنا يزيد حسن النوعيه. ما دام ما كاش منافسه النوعيه راهي سوا سوا برك، والسومه مرتفعه خاش ما كاش، والطالب بالطالب بزاف، الناس كاع مساكن لازم يشري كليماتيزور، الناس كاع لازم، وهذه هي. واش راح نقول اختي؟ نقول لك حاجه، لازم 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 يفتحوا الاستيراد، لازم لازم، وتكون منافسه يا خويا. معليش دير نفتح الاستيراد، ندير منافسه، واللي عنده منتوج منيح يبيع كما كنا مع الاول، والناس كاع تقتني الامور تاعها. اسعار كليماتيزور كان يدير 18000، كان يدير 6 ملايين 7 ملايين، دوكا بيقول لك 13 14 مليون. المواطن المسكين دائما الانسان يشوف المواطن البسيط، ما يشوفش الانسان اللي لاباس عليه يجري ب 20 مليون و 25 مليون. لازم يفتحوا الاستيراد في كاع المجالات، لاخاطش باش يقول لك بلي مور الحانوت اللي يدي بزاف، انا ما ظنيتش يا اختي. وصحاب شركه ثاني الله غالب عليهم، عندهم الماده الاوليه اللي هم يجيبوها راهي غاليه غاليه بزاف. اختي قد ما يكون طالب بزاف قد ما يكون العرض، راهي قضيه طالب وعرض. دوك يجوا 100 واحد يشروا كليماتيزور وكاين 50 كليماتيزور، جاي يصرا السعر راح